يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده خادمة وأراد منها أن تبقى سنة زيادة، رجل عنده خادمة وأراد منها أن تبقى سنة زيادة على المدة المشترطة، فاشترطت عليه هي أن يحججها، فهل هذا العمل صحيح؟ حين مسلمون على شروطهم، وهذا شرط صحيح، شرطت عليها أن تزيد سنة عنده بشرط يحججها، هذا شرط صحيح. نعم.